لوج جديد ويوم جديد. هو السلام عليكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. من وين جيت؟ والسلام عليكم جميعا. اخباركم؟ شو مسويين؟ ان شاء الله طيبين. مغير المكان؟ وغير المكان. طيب يا جماعه، مو دائما احنا نقول نحب تغيير روتين ونغير الاشياء؟ غيرنا المكان هذه المره. تعالوا شوفوا، احنا دائما نجلس هنا، شلت الطاوله والكرسي حطيتهم هنا. والله صراحه يا جماعه في الصباح شيء جميل، تجلس هنا تعدل الفيديو وتشوف منظر الشروق. طيب يا جماعه، اخذت لي شاور سريع وبدلت لان حاليا بروح الحلاق. لكن قبل ما اروح، والله الله يسعدكم جميعا، فلوق امس وصل الخامس في السعوديه. راح تجيك كميه طاقه ايجابيه. شكرا لكم والله، هذا يحمسني اكثر واكثر. اللي بيسال كيف احنا وصلنا الخامس؟ طب لما نوصل الرابع ولا الثالث؟ هو على حسب عدد اللايكات والفيفوريت والشير والمشاهدات، كل ما زادوا كل ما الفيديو طلع اكثر واكثر. لكن والله شيء كويس، وصلنا نوصل خامس، عقبال اول باذن الله. باذن الله جميعا راح نوصل الاول. وحاليا انت شايل الحلاق، خلنا ناخذ مويه، ما ننسى اهم شيء المويه. حاليا نروح الحلاق. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. والاجواء حلوه، الاجواء جميله، وما عاد نحتاج جاكيتات. ما اصدق تطلع الشمس. لا، الاجواء هذه الاجواء المطلوبه. طبعا اهم شيء جبت معي الجرجير عشان نروح رجع اليوم باذن الله. اللي ما شاف فلوق امس، شرينا جرجير من البقاله ونفتح سياره يا هذا. طيب، وطلع الجرجير منتهي. كيف منتهي؟ متعفن. كيف متعفن؟ ريحته وشكله وكل شيء. فباذن الله بعد الحلاق نروح الرجعة. هذا الشاطئ هناك، وصلنا الحلاق. تخيلوا نشوف دون هنا مره ثانيه. دخله داخل البقاله، نوقف عند الحلاق. كيف يا جماعه، جاب العيد؟ حلاق قال لي شوي بيرجع. ولا ما الحين ما رجع. في هذه الحاله شو تسوي؟ تلعب شويه. بسم الله، هذا ايش يسوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. خليه يرجع يشوف زي كذا قاعد العب. اطلع برا، اطلع بالملابس هذه زي كذا واركض والناس تلحق لي. ايش الخيال هذا؟ حلق لنفسي فكره والله. والله شكلي جد بطلع بهذا. يو، هذا احلى شيء لما يحطه على وجهك زي كذا. قول لي كيف تبغى القصه؟ قوم وقف، قوم وقف، بفتشك، حط يدك فوق. خليه يرجع يشوفني زي كذا، اكلم نفسي. يقول لك روح روح، اطلع اطلع بدون حساب. الله الله يستر عليك. متاكد حيطلع بطنه ويرقص ولا شيء؟ وحلقنا يا جماعه، نقول يوم جديد وقصه جديده. طيب، بما ان احنا عند الحلاق وهناك الشاطئ، ايش رايكم نروح مره ثانيه؟ لكن من باب تغيير روتين نروح من الجهه الثانيه، ما رحنا من هذه الجهه امس فنروح منها. احسن شيء احس انكم صرتوا تدلون معي كذا، يعني لو جيتوا هنا بتعرفون كل شيء. هذه محطه البنزين قديمه لدرجه انه ما فيها حق البطاقه. اجل لما تعبي كيف يعني؟ ما في هنا صديق عبي لي ولا شيء. لحظه دقيقه، انت سؤال انا، كيف تعبي ببلاش يعني تروح؟ نعبي الكامري. لا اتوقع تدخل داخل هذه المحطه الصغيره، تعطيهم فلوس، تقول لهم مثلا بعبي 15 دولار وتعبي. ورشه هنا، والله كويس والله. الحين تغيير روتين، شوف اشياء جديده، تكتشف اشياء جديده. شقق هذه حلوه وكلها انباعت ما شاء الله تبارك الله، كلهم مكتوب عليهم سولد سولد. والله ما شاء الله تبارك الله، شيء جميل تسكن هنا. والله تصميم البيوت جدا يعجبني ما شاء الله تبارك الله. شوف كيف بسيط جدا، تدخل هذا الحوش هذاك البيت، شيء بطل والله. حركات والله صاحب هذا البيت جدا رايق ما شاء الله تبارك الله. ما في الا شبابيك صغيره بس، قراج تحت، غرفه فوق. الله عليك. شوف الشاطئ من الجهه الثانيه. على كلام الحلاق يقول انه في حفريات هنا وبيعدلونه عشان في الصيف يكون جاهز. طبعا في الصيف يكثرون السياح هنا، فطبعا بيجون هذه الاماكن. هلو، هذا مبسوطه. وصلت الشاطئ، لكن للامانه يا جماعه اليوم ابرد من امس بسبب انه في هواء. وقت ما يكون في هواء يجي البرد. شوف هذا امس ما صورته، بوصله. يقول لك الشمال من هذا الاتجاه، الغرب من هذا الاتجاه، والجنوب من هذا الاتجاه، والشرق من هذا الاتجاه. شكرا الشاطئ انك موجود. سبحان الله، امس زحمه الحين ما في احد. هذا الكلب انحبس هنا، علق الحبل حقه. No worries. It's right. لك الحريه، اذهب. لا تطلع زي كذا، شكله ما عجبته القصه. ما شاء الله قاعد تتكلم مع بنتها كأن بنتها عمرها 20 سنه. هذه بنتها صغيره، شوفوا عمرها 5 سنوات ولا 6 سنوات. المهم شباب، بعد ما شفنا الشاطئ وكل شيء نرجع السياره. هلا بالكامري. طيب شباب، قبل ما نروح نرجع الجرجير، دام ان احنا عند الجامعه واليوم شمس والجو حار، احسن شيء تاخذ سموذي. الله على السموذي، الله على ايام رمضان. فحاليا باذن الله توجه على الجامعه ناخذ سموذي، من زمان عنا والله. وصلنا عند الكافيتيريا، نوقف هنا ناخذ 25 سنت عشان ندفع المواقف. وعندنا 10 دقائق والحق الذيب. ظهر واحد كان يصور فلوقات هنا، ايش الحركات هذه؟ طيب ممكن احط الكاميرا هنا؟ السلام عليكم ورحمه الله. لقاء. هذه الكاميرا باذن الله تكون يصور فيها فلوقات زي كذا، ماسكها زي كذا. السلام عليكم، نروح نطلب سموذي. الله زحمه. طيب نيجي عند مكان السموذي، وراح ناخذ شيء اسمه اكسوتيكا، صراحه شيء بطل. وناخذ مشروب. والله عليك، احتفالات ويوزعون دونات وحركات، ايش صاير اليوم؟ ناخذ مشروب ونقول بسم الله. نحتاج واحد من اهل الغربيه يسمعنا في قلبك. والله شيء بطل، طلاب جامعه فيكتوريا والله انصحكم فيه. هو عباره عن فراوله وموز واناناس وجوز الهند، وانا صراحه اعترف انا انسان من عشاق الجوز الهند. حمي
the clothes I'm wearing. You're just in a t-shirt. I'm nice. It's sunny day. I don't need a jacket or this. You're a tough guy. Is it cold for you? I guess it's because I'm probably 70 years older than you, maybe. He's still young. يا حليل امين والله يحبون السوالف ما شاء الله والله عمره 70 كذا وعنده صحه وعافيه اتمنى يكون عمري 70 زي كذا شوفوا كيف يا جماعه ايش رايكم نروح معهد اللغه معهد درس فيه انجليزي بس لازم نوقف لان المواقف هذه اللي هنا حق دقائق بس بنروح المواقف الثانيه يلا نروح وقفت السياره هناك نتجه على المعهد حركات اول شيء حط لهم باب كذا اوتوماتيك ذا فيديو هاي هذه الكلاسات ملونينها وحركات دلعينهم والله بعد الفلوقات من قبل اذا شفت المدرس كان يتكلم عن حمله التبرعات للسوريين اللاجئين هنا وهذه معلومات عن الحمله هدفهم يجمعون 50,000 في 14 فبراير وصلوا 35,000 ما شاء الله تبارك الله راح يسوون حفله موسيقيه لهم والحفله راح تكون بتاريخ 11 مارس هذه صوره المدرس السيري والله حركات المعهد صار كبير السعوديه اللي كانت ترسم معي المعهد شفت التغييرات سي هاي كمان سي هاي اجين اوكي باي السعوديه اللي كانت ترسم معي المعهد شايفين التغييرات اللي صايره لا اله الا الله شو الحركات هذه؟ السلام ورحمة الله وبركاته تمام الحمد لله شو اخبارك؟ اثنين خالد كيف حالك؟ جميع الطلاب السعوديين اللي قابلتهم والله الله يعطيكم الف عافية صراحة اسعدتوني من كلامكم من اخلاقكم والله صراحة شيء جميل هلو كمان يو هاف كلاس هير؟ اوكي فالله يسعدكم جميعا كلكم اللي قابلتهم شكرا لكم والله and which class do you teach? 410 410 yeah same شوف يا جماعة هذا الكلاس اللي كنت ادرس فيه اول كنت دائما اجلس هناك والله ذكريات هنا تيجي هنا وترجع ذكريات شيء جميل والله ما قدرت اتصور كثير للاسف ما شاء الله كان في سعوديين كثير يقول لي مدرس تقريبا في كل كلاس في 50% سعوديين والله صراحه ذكريات جميله يبغالي ارجع هنا مره ثانيه بعد ما استرجعنا الذكريات وكل شيء حاليا نتوجه سوبر ماركت ونتهاوش معهم عشان الجرجير وصلنا سوبر ماركت لكن ما في موقف يا جماعه ما حصلنا مواقف وقفنا هنا اخذنا الجرجير ونتجه سوبر ماركت عدين للهوشه اي شيء كذا ما عليكم I bought this yesterday. Yeah. Then when I went home, I found it expired. Oh, okay. Do you want to get a different one? Yes, please. Okay. So just pick out another one. I'll put it in a bag and. كده بكل بساطة قالت لي روح وخذ واحد ثاني. ناخذ جرجير ثاني. لكن أتأكد هذا بعد من تاريخ ولا لا؟ ما في تاريخ هو لكن الشكل شكله كويس وناخذه. وبدلنا يا جماعه بدون مقاومه ولا شيء مقاومه حرب هي لا اقصد يعني احسب تقول لي مثلا متى شريته وما ادري ايش وليش ايش صار ومتى اكتشفت لكن بدون اي سؤال هذا هو منتي تاريخه اوكي يلا خذ رجع خذ واحد جديد الحياه حلوه خذنا الجرجير حاليا نرجع شقه بالقصه الجديده شو رجعت حصل سوري يو كان ستاي هير اف يو وانت ما ادري يا جماعه اذا شفتوه ولا لا لكن لما جيت اوقف هنا كان في شخص جالس هنا ما ادري المشكله اني يوم جيت اشوفه والله كان يبكي يا جماعه الله يعينهم والله ظروفهم صعبه انا دائما لما اجي هنا اشوف اشخاص جالسين لان هنا تحت سقف يحميهم من المطر من الشمس وهنا اصلا مكان دافي لان المكان هذا كله مسكر فيجون ويجلسون هنا الله يكون بعونهم والله عسى الله يحسن حالهم الى احسن ان شاء الله طيب يا جماعه بعد ما خلصنا الغداء طبعا تغدينا مكرونه بالبشاميل اللي طبخناها امس بنقعد كل يوم نتغدى ونتعشى من هذه المكرونه المهم اليوم هو التاريخ 25 فبراير فهذا يعني العيد الوطني للكويت الله على اهل الكويت شو تقول يا معود اليوم هو التاريخ 25 فبراير طبعا هذا التاريخ صادف استقلال الكويت عن بريطانيا ويحتفلون فيه كل سنه معلومه تاريخ الاستقلال اصلا كان 19 جون لكن كان حر وحر الخليج غير كان حر شديد فنقلوه الى تاريخ 25 فبراير ودمجوه مع عيد الجلوس للامير عبد الله الصباح طبعا تم تحرير الكويت عام 1963 يعني قبل 55 سنة الله على الكويت وبكره هو التاريخ 26 فبراير فهذا يعني ايش؟ فهذا يعني عيد التحرير من العراق طاير من الفرحة طاير الله يا عرس الخليج والله يستاهلون الكويت واهل الكويت ان نحط علم الكويت هنا ونحتفل معاهم طيب حصلت اللون الاحمر والاسود لكن ما في اخضر نستعمل هذا معليش يا حبني للكويت احبها بيت بيت في ظل حمل بلاد وظل محميها اجي لها يوم اضيق شقيقي جالس اشوف على سناب شات يوم الكويت الوطني والله صراحه شيء جميل ما في الا قوه حرب بالونات ارمي انا في حياتي كلها ما رحت الكويت الا مره واحده ولما كان عمري 13 سنه او اصغر فاكيد الحين الكويت تغيرت وباذن الله لي زياره الكويت ان شاء الله يا جماعه في مشكله يمكن ما قلت لكم عنها تعال اوريكم مو احنا دائما نقول لهم كل مشكله حل فان شاء الله القى حل هذه المشكله شوفوا للامانه كل ما افتح باب الدرج عشان انزل تحت في ريحه هنا ما ادري هو شيء متعفن على السجاد ولا ريحه من فوق هنا في نورس مات علق شيء لكن اقسم بالله لا والله جد يا جماعه في ريحه كذا ما يصير كل مره تطلع الصباح تشم هذه الريحه وانت نازل وانت طالع تشم ريحه والله يا جماعه ما ادري كيف والله جيت بحط بخور هنا
بخور من صدقك يا ثنيان؟ لا والله جد جت واحد بخور لكن خف جلس دار يشتغل يلا عاد وقتها. سعودي يتسبب اخلاء شقه في كندا. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ان شاء الله نلقى حل. الحل سهل جدا باذن الله، ما يحتاج بخور ولا شيء. شرينا معطر للجو وراح نركبه هنا وباذن الله كذا راح تنحل المشكله وراح تصير ريحه الدرج كلها حلوه ان شاء الله. كان عندنا مشكله حليناها $5. اي مشكله عندك باذن الله تقدر تحلها. طيب يا جماعه كذا كنا وصلنا لنهايه المقطع، يعطيكم الف عافيه على المشاهده. السؤال اليوم يقول ايش الشيء اللي يرسم ابتسامه على وجهك؟ اكتبوا تحت في الكومنتات ايش الاشياء اللي ممكن ترسم ابتسامه عليكم. راح نشوف ايش هي. كان معاكم ثنيان خالد، خليكم دائما تفلون ايجابيين والسلام عليكم يا معود. يا معود مره واحده من ويانا هالحزه. لا قال صدق لا احد يناديني الا اش، انا بغير اسمي. كل الطلاب قالوا اوكي والمدرسه قالت اوكي وكل شيء. كذا فجاه عصبت وردت على المدرسه اش، كل الطلاب كذا ينتظرون لحظه الغضب اللي بتصير. تمت المهمه بنجاح.